السلام عليكم. اليوم راح نديرو عسل ناجح 100%، وما يطولش في الطياب، يعني ربع ساعة راح يوجد لكم هذا العسل ويجي هايل كيما تاع برا، يجي خاثر. هنا نتوما تتحكموا في الخضورية تاعو، تحبوه خفيف ولا تحبوه ثقيل كيما تحبوا. شوفوا كيفاه يجي رائع، والمذاق تاعو كيف كيف مليح. تابعوا معايا طريقة اللي هي سهلة بزاف، خلاص طريقته وناجح 100%. هنا عندي 2 كيلو تاع سكر، وعندي 2 طونش تاع ليمون، انا عندي قرعه ماء تاع اترتين رايحة نحتاجو منها اطره، يعني هنا قسموا القرعه على 2، النص قد قد رايحين نستعملوه. هنا في قدره تكون ثقيله، هنا تقدروا تستعملوا كوكوت ولا قدره ثقيله، المهم حاجه مش محتم تتغلق، ماشي المهم القدره تكون ثقيله. رايح نحط 2 كيلو تاع سكر، يعني كيما قلت هذه الطريقه تاع العسل سهله بزاف، خلاص سهله وفي ربع ساعه رايح يوجد لكم. انا نحطو 2 طراف تاع ليمون، ونحطو نص قرعه تاع ماء، يعني لتر تاع ماء نحطوه مع السكر. راح نستعمل النصف تاع القرعة اللي هي فيها اترتين، انا استعملت نصفها، يعني هنا اللي تحب تدير كيلو تاع سكر تستعمل نصف لتر تاع ماء. ها جيها كمية لبس بها. هنا خلطوا مليح، يعني هذا العسل ما فيه لا شب لا حتى حاجة، ويجي رائع، يجي متماسك ويجي هايل. هنا رايح نحطو على النار العسل تاعنا ونخليه. هنا في كاسرول اخرى نحطو سكر، 2 ملاعق كبار تاع سكر، ورايح نديهم للنار ونخلي هذا السكر يذوب وحده، يعني ما تحركوش بالملعقه، خلاص تخليوه يذوب وحده كيما راكم تشوفوا. نهز غير الكاسرول هكا بيدي نحرك باه ما يلصقليش على الحواشي ويتحرقوا، ونخليه يذوب وحده. هنا العسل تاعي راهو يطيب، كيما راكم تشوفوا بدا السكر تاعي يذوب بلا ما نحط فيه الملعقه. هنا ما تحطوش الملعقه وتخلطوا هذاك السكر، تحبوا تزربوه باه يذوب على خاطر يولي يتكتل لكم هذاك السكر، ومن بعد يطول باه يذوب لكم. هنا خليوه يذوب وحده. من جهه العسل تاعنا راهو يطيب، هنا راهو بدا كيما راكم تشوفوا السكر وحده وحده بلا ما نقيسوه راهو ذاب. شوفوا كيفاه ذاب. هنا نخليوه يتبدل لونه، يعني انا نحب اللون هذاك اللي هو اللي راح يعطيني لون العسل، يعني متخليوهش يتحرك بصح نوصلوا لهذه الدرجه، يعني هذا اللون الاصفر خليوه. هنا رايح نحيه ونخلطه مع العسل الاخر اللي قاعد يطيب. في هذه المرحلة نهز العسل تاعي بحذر ونصبه في العسل الآخر،
هو اللي راح يعطيه ذوق ويعطيه لون مليح. يعني هنا حذاري تخليوه يتحرق، راح يعطيكم قوموش مليح في العسل. هنا رايحة نصبو كامل، ونخلطو مليح العسل تاعنا. ونخليه هنا العسل تخليوه يغلي. كي يبدا يغلي، مازال ما غلاش لان الماء راهو بارد وكلش، كي يبدا يغلي نحسبوا له ربع ساعه، قد ربع ساعه تلقاو العسل تاعكم واجد. اللي حباته يعني يجي ثقيل اكثر من هكاك تخليه 20 دقيقه، هو يبلك راهو ماهوش ثقيل، بصح كي يبرد يولي ثقيل. يعني الوقت تاعو قد كي يبدا يغلي، يغلي بعد تحسبوا ربع ساعه قد وتطفيوا عليه، رايح يطيب لكم رائع ويجي ثقيل. هنا نخليه يطيب، شوفوا هنا العسل تاعي هنا يبان خفيف، بصح راهو هذا هو القوام تاعو، هكذا لازم يكون. شوفوا كيفاه يجي. من بعد انا راح نخليه يبرد وتشوفوا نعطيكم كيفاش جا هذا العسل. يعني 2 كيلو تخرج خير ربي. شوفوا هنا العسل تاعنا بعد ما برد، شوفوا كيفاه جا. هنا خرج لي 2 بلارات من هادو، من هادو 2، وهذا السحنة، يعني تقريب اكثر من 2 كيلو عسل خرج لي. شوفوا كيفاه جا ثقيل وجا رائع، والله ذوقه ثاني جاء يهبل. ان شاء الله تجربوا هذا العسل ويعجبكم، وما عادش تعودوا تشريوا من برا. هذه الطريقه ناجحه وما تحكملكمش الوقت خلاص. والى اللقاء مع وصفه اخرى ان شاء الله، مع السلامه.